متابع الوطن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراع انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024 يشتعل مبكرا، من بين نحو 16 مرشحا محتملا أبدوا رغبتهم في خوض الاستحقاق الرئاسي المقبل. يبدو أن الصراع الأساس بين الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن ومنافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب. أسئلة كثيرة تدور في فلك واحد حول التحديات التي تواجه الخصمين السياسيين. هل يستطيع بايدن إزاحة ترامب مستغلا توجيه اتهامات جنائية للأخير؟ أم لن تؤثر الاتهامات على حظوظ ترامب في هزيمة الأول في الاستحقاق الرئاسي المقبل؟ ترامب هو أول رئيس أمريكي سابق ملاحق من القضاء الفيدرالي لاتهامه بالاحتفاظ بصورة غير قانونية بوثائق سرية أخرجها معه من البيت الأبيض عند انتهاء ولايته. القضاء وجه له رسميا 37 تهمة جنائية دفع ببراءته منها. استطلاعات الرأي الجديدة تأتي رياحها بما لا تشتهي سفن بايدن، حيث تظهر تفوق ترامب عليه. ربما هذا ما دفع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي إلى التصريح بأن ترامب هو المرشح الأقوى لمواجهة بايدن، بل إنه يكاد يكون أقوى خصم سياسي للرئيس الأمريكي الحالي. في الوقت ذاته لا يزال تصنيف رضا الأمريكيين عن حكم بايدن لا يتجاوز 43%. الاستطلاعات والتقارير تضع ترامب في خانة المرشح الأوفر حظا لتمثيل الحزب الجمهوري في الاستحقاق الرئاسي المقبل. الجديد في الأمر أن أكثر من ثلث الأمريكيين المشاركين في أحدث الاستطلاعات أبدوا عدم رغبتهم في خوض أي من المتنافسين للاستحقاق الرئاسي المقبل. متابع الوطن، انتظرونا في حلقات مقبلة على منصات الوطن التفاعلية. نراقب ونرصد ونحلل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.